مساءكم خير. النهارده واحنا بنبدا حلقتنا ما زلنا مشحونين باجواء السعاده والفخر والانبساط اللي كان حاصل امبارح لكل المصريين، ما زلنا مشحونين بالقدر الكبير من الطاقه بعشرات الدروس. وانا مبسوطه جدا، يعني دايما نقعد نقول انه السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين طول الوقت، وطول الوقت اذا استخدم بطريقه سلبيه بيبقى مزعج جدا. لكن من امبارح وبسبب الحاله الايجابيه من الماتش، كل الناس بتتكلم حتى بطريقة إيجابية عن الدروس المستفادة من الماتش. بمناسبة الدروس المستفادة بقى، قبل ما نبدأ معاكم جولة كده في الأخبار العالمية، عايز أقول لكم أنه من أعظم الحاجات بالنسبة لي أنا أنه زي ما الكرة وحدتنا فعلا من امبارح، من بداية البطولة في بقاش في أهلي وزمالك، وبقينا عندنا حالة كده من الدعم، وده طبيعة الحال لما بنشجع الوطن. يعني كمان في حادثة مهمة جدا وحدت العالم، وحادثة الطفلة ريان كل وسائل الأنباء العالمية، احنا النهاردة من دقايق بنتابعها من خلال نشرة التاسعة. حادثة الطفل ريان كمان تعتبر من الحاجات اللي أعتقد إنها ما فيش حد في العالم النهاردة مش بيدعي لريان ولا بيصلي لريان إنه تنجح المجهودات وإنه يخرج بألف سلامة من الحفرة أو البير اللي كان فيه. وإحنا هنتكلم النهاردة بتفصيل عن القصة دي أكتر، لكن عايز أقول لكم وكأن العالم لقى معنى. أنا قعدت أفكر كده، ما كل يوم في أطفال فعلاً بتموت، وفي ضحايا، وفي ضحايا كوارث وضحايا أمراض وضحايا حروب. اللي خلى رسالة ريان قاسية كده وموجعة إنه الضمير الإنساني واحد بالمناسبة، وإنه الأمور اللي بتشغلنا واللي بتحط في قائمة أولوياتنا واحدة، وإحنا مهما اختلفت خلقياتنا إحنا نشبه بعض جدا في الاهتمامات، وخاصة الاهتمامات الإنسانية اللي تشبه دي بتفكرنا إننا لسه يعني إنسانيتنا بخير. هبتدي معاكم بسرعة جولة من بكين، لأنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل مساء أمس الخميس إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، وبيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24. اللي حضراتكم شايفينه لقطات من الافتتاح المبهر ومشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم. المشاركة تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين مصر والصين. الرئيس شهد حفل الافتتاح وأيضا افتتاح بكين الشتوية 2022، وأيضا زيارته ليها معاني كتير تخص الدعوة بالأساس والعلاقات المصرية الصينية بالأساس. احنا متشرفين انه معانا على التليفون الكاتب الصحفي والأستاذ الكبير عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير على حضرتك أستاذ عماد. مساء الخير يا أستاذة دينا، أهلا بحضرتك. أستاذ عماد، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين هل هي زيارة بروتوكولية ومشاركة عادية في دورة الألعاب الأولمبية، أم أنها على خلفية علاقات وطيدة ومتجددة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أو ما بين مصر وجمهورية الصين الشعبية؟ هي طبعا زيارة لحضور افتتاح الألعاب، وهو جزء رسمي بروتوكولي، لكن هي أكبر من كده بكتير، لأنه حضرتك هذه الدورة كما تعلمين في بدايات استقطاب موجودة في العلاقات الدولية خصوصا من الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والغرب أو الولايات المتحدة تحديدا من جهة أخرى. فبالتالي شفنا بعض الدول حاولت تقاطع هذه الدورة أو هذا الحضور. لما مصر تروح هذه القمة المهمة، هي بتدي رسالة غير العلاقات الثنائية، وده موضوع مهم جدا، إن إحنا مش خاضعين لطرف أو تحت امرأة طرف معين، نحن نبحث عن مصالحنا الخارجية وبما يعظم علاقاتنا. حينما يعني بنذهب إلى الصين، بنذهب إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا، لدينا علاقات جيدة مع كل القوى الكبرى. زيارة النهاردة بتقول إن مصر طرف مهم جدا، لا يسعى ولا يريد الدخول في عالم الاستقطابات، ويشارك في كل الفعاليات الدولية سواء كانت في الغرب أو الشرق. وبالتالي هي زيارة في غاية، رغم أن العنوان رياضي للسياسة، لكن كما تعلمين لا توجد الآن فوارق ما بين الرياضة والسياسة والثقافة، والأمور كلها متداخلة ببعضها. وبنشوف دلوقتي
الصراع اللي بين الطرفين سواء بين الصين وامريكا او بين الغرب وروسيا في على خلفيه ازمه اوكرانيا، كل القضايا متداخله معا. بنعرف انه في قمه خلال ساعات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس جمهوريه الصين الشعبيه، ايه اللي ممكن يكون من القضايا اللي حضرتك ذكرتها مطروح على قائمه الاولويات؟ هل مناقشه القضايا العالميه ام امور تخص العلاقات الصينيه المصريه؟ هو يعني شيء بين هذا وذاك كما يقولون، العلاقات بين مصر والصين متشعبه، علاقات تجاريه اقتصاديه مهمه جدا في الاساس، الصين شريك تجاري مهم جدا لمصر، والميزان التجاري طبعا بيميل لصالحها شانها شان ما يحدث مع غالبيه كل دول العالم بما فيها الولايات المتحده نفسها فيما يتعلق بالميزان التجاري. الصين مستثمر مهم في مصر، لها مشروعات كثيره، وهي مستثمر مهم ايضا في افريقيا، في كل الدول لها تاثير الى حد ما على اثيوبيا، لان الاستثمارات الصينيه كثيره هناك وتعمل في جزء من يعني بناء السد، في جزء من بعض الانشاءات الخاصه بسد النهضه، لها علاقات متداخله وكثيره واخذه في التوسع في القاره الافريقيه، لديها مبادره عالميه هي مبادره الحزام والطريق، وتريد ان تكون مصر جزء من هذه المبادره. طبعا في جزء متعلق بالحرب التجاريه، سلاسل الامدادات، توطين التكنولوجيا خصوصا فيما يتعلق بصناعه السيارات، في موضوعات كثيره جدا جدا فيما يتعلق ب الصين ومصر. طبعا ما يجري على الساحه من صراع دولي، وجهه النظر المصريه مهمه بما ان مصر واحده من اهم الدول في المنطقه. الصين العلاقات يعني احنا معروف ان احنا اول دوله اعترفنا بالصين الشعبيه عقد يعني قيامها سنه 49. العلاقات بين عبد الناصر وشوي لاي كانت مهمه جدا، ثم تواصلت وشفنا يعني اكثر من رئيس صيني، الرئيس السابق هو جين تاو زار مصر وزار الاقصر، والرسائل الرئيس حضر زار الصين اكثر من مره سواء في علاقات ثنائيه او فيما يتعلق بالقمه الافريقيه الصينيه، فبالتالي العلاقات يعني جيده للغايه ومرشحه لمزيد من التعزيز خصوصا من الصين. البعض يتنبأ انها قد تكون القوه الاولى اقتصاديا خلال سنوات قريبه. أخيرا عايز أسأل حضرتك عن موضوع يبدو اقتصادي لكن على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمات المتكررة مما بعد كورونا، هل يصنف الاقتصاد الصيني أنه اقتصاد ما زال مؤثرا في الميزان العالمي كما هو مثير للقلق طول الوقت على الجانب الأمريكي، أم أنه كمان الاقتصاد الصيني تأثر في الفترة الأخيرة وسيواجه صعوبات أكثر بسبب تضييق سياسي؟ هذا سؤال يعني صعب جدا متداخل جدا، لكن هو سؤال يشغل العالم كله ولا يشغل مصر فقط. الصين هي القوة الأكثر تصديرا في العالم، الدولة التي لها بنك تجاري فائض مع كل دول العالم في الولايات المتحدة. الناتج يعني الولايات المتحدة ما زالت القوة الاقتصادية الكبرى في حوالي 22 تريليون دولار ناتج قومي إجمالي أو ناتج قومي محلي، الصين في المرتبة الثانية 16 أو 17 تريليون، والتقديرات أنه خلال سنة 2028 أو 2030 بالكثير تكون الصين عدت الولايات المتحدة خصوصا بعد أزمة كورونا. اللي حصل تأثيرات كورونا، تأثر يعني الإمدادات أو اللوجيستيك من الصين لعدد كبير جدا من الوكلاء او الزبائن او الدول، اثر كثير وادى الى رفع السلع بالتزامن طبعا مع التاثيرات من اخر ازمه التغيرات المناخيه. الحرب التجاريه الصينيه الامريكيه بتلعب دور مهم جدا في هذا المجال، الولايات المتحده بتحاول قدر الامكان تعطيل التقدم الصيني. الارتفاع اسعار البترول اللي هو تجاوز 90 دولار في الفتره الاخيره طبعا بيأذي الصين وبيأذي الدول الشرق اسيا اللي هي المستورده اساسا للبترول، كل ده عوامل بتصب في مشاكل كثيره جدا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي. الاقتصاد الصيني يعني ما يقال انه حينما ضعفت الصين فان الاقتصاد العالمي باكمله يصاب بالزكام، وبالتالي التاثيرات متداخله، نحن نعيش في قريه واحده بالفعل، ما يحدث من صراع دولي او حرب تجاريه او في بين الصين وامريكا او حرب سياسيه وربما تتطور الى عسكريه بين روسيا والغرب على خلفيه ازمه اوكرانيا، كل ده بيقول ان ممكن التجاره الدوليه لو اضفنا كمان بده ازمه كورونا، ازمه تداعياتها، ازمه ارتفاع اسعار الوقود، الغاز تحديدا يرتفع في بعض المرات الى 150% في بعض الدول الاوروبيه، كل دي عوامل
تجعل انه في ازمات اقتصاديه قادمه. خبراء اقتصاديين كتير بيتكلموا على تضخم محتمل قد يؤثر على دول كثيره جدا. نحن ما زلنا الى الان في مصر الحمد لله نسبيا لم نتاثر كثيرا بسبب برنامج المساحه الاقتصادي وبعض الاجراءات اللي اتخذت. محتاجين مزيد من العمل، مزيد من الاجراءات، مزيد من الجهد حتى لا نتاثر بما يحدث في العالم. وعدد كبير جدا من الدول خصوصا الاقتصادات الناشئه بدات تدفع ثمن هذا يعني المشكله او الصراع العالمي على المستوى العالمي. بالضبط. ده حقيقي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. وإحنا بنتابع وبنراقب العلاقات مش بس المصرية الصينية لكن على كل الأصعدة في العلاقات الخارجية. إحنا أمام عبرنا تحدي كبير سياسي لكن كمان عندنا تحديات اقتصادية شأننا شأن العالم زي ما سمعنا حالا من أستاذ عماد الدين حسين. مصر بتختبر الأزمة العالمية لكن بثبات وقوة وبيقين وقدرة اقتصادية حقيقية على عبور الأزمة دي، والقراءة الحقيقية في الاقتصاد دايما مطمئنة. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم زي ما اتفقنا، هنتكلم عن طفل ريان وهنتابع العالم أو مع العالم كله القصة وما فيها، لكن كمان الفقرة الأخيرة النهاردة مهمة جدا فعايزة أقول لكم عليها من دلوقتي. إحنا النهاردة بنتكلم عن الانفصال المبكر، الفركشة إذا صح التعبير، الخطوبة اللي ما بتكملش، العلاقات اللي في بدايتها ما بتكملش. ومعانا ضيفين من استشاريين نفسيين من أجمل ما يمكن. عايز أسمع من حضراتكم كده على السوشيال ميديا، تابعونا لو حدكم قصص نقدر نسأل فيها ونعرف إيه اللي بيحصل، ليه الناس علاقاتها ما بتكملش وليه الناس بقى خلقها ضيق كده في العلاقات. بعد الفصل مساءكم خير. وزي ما احنا بدأنا وحاسين ومكملين بأنه من امبارح احنا كمصريين مبسوطين وراضيين ومتأكدين أننا أبطال العمل تحت ضغط وأبطال الظروف الصعبة، وحطنا في أصعب ظروف تلاقينا بنسد ويمكن بنشتغل أحسن كمان ألف مرة من الظروف العادية والمثالية. احنا تركيبتنا كده. الفرحة من امبارح مضاعفة، يمكن كان جزء من الجزء الأساسي من الفرحة الانتصار، لكن كان جزء كبير الصعوبات والعكوسات إذا صح التعبير والظلم التحكيمي وغياب اللاعبين والإصابات. كل المعايير دي بتقول لك إنها مقدمات ممكن تؤدي إلى نتائج مش في صالح المنتخب المصري، لكننا انتصرنا وفرحنا. وبرضو زي ما كنت بقول لحضراتكم من دقايق، تحس كده إنه في حالة من الاهتمام بالدروس المستفادة. حتى كارلوس كيروش نفسه راجل عمال يقول لك دروس مستفادة وفرحان ومبسوط ونشاطه زايد على تويتر، رغم انه تعرض هو كمان لتعسف تحكيمي وظلم تحكيمي يبين، وفكرة انه تطرد مدرب الفريق وتمنعه من انه يحضر مباراة النهائي. بمناسبة الطرد، كارلوس كيروش قال انا على استعداد لدفع ثمن هذه العقوبة الفظيعة وغير العادلة التي يترتب عليها التغيب عن النهائي. طبعا هو هيتغيب عن الحضور في على الدكه يعني في النهائي، لكن مستحيل انه يتغيب عن الماتش، هيكون موجود وهيكون متابع وهيكون بيدي ارشاداته. كمان كارلوس كيروش اتكلم عن الدفاع وقوه الدفاع وخططه الدفاعيه اللي سماها خطه العنكبوت، وتفاصيل كتير بقى من امبارح احنا متابعينها عن إصابات وغيابات وإشاعات بقى وكلام كتير. خلونا نفهم تفاصيله من كابتن محمد مراد الناقد الرياضي. مساء الخير كابتن محمد، وألف مبروك لمصر. أنا عارفة أنها طبعا فات عليها كده بتاع 12 ساعة بس ما زالت صالحة لحد يوم الحد، مش كده؟ يعني بالظبط يا زينة، كل سنة وحضرتك طيبة وببارك لك على البرنامج. أنا أول مرة أدخل معاكي، إن شاء الله بتقدمي حاجة كويسة وحاجة مميزة. زي ما انت حضرتك قلت فعلا كل الكلام اللي قلتيه صح، الفوز بعد ظلم وتعنت وان معظم الجهات المسؤوله عن البطوله كلها ضدك، سواء بقى بدايه من الكاف او بدايه حتى من رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو الحقيقه اللي اطلق تصريح انا مستغرب الحقيقه ان هو يطلع من اللعيب او نجم بحجم صامويل إيتو ان هو داخل ماتش ان هو بيقول حرب.
تصريح كان في خارج محله خالص. طبعا لو هنبتدي من الحرب النفسيه اللي بدت على منتخب مصر، هنبتدي بموضوع المساحات. لما طلبنا ان احنا نعمل مساحات خاصه في احد المعامل، الحقيقه في الرفض من كل المعامل اللي موجوده في الكاميرون، ودي حاجه غريبه يعني. يعني لو هم موجودين في مصر اعتقد ان اي معمل هيعمل لهم، ما حدش هيتعنت معاهم في حاجه زي كده. المسحه وصلت بعد كده لحوالي 180 او 200 دولار، وده رقم مبالغ فيه جدا. بعد كل المحاولات اللي هي صعب مش تعجز يعني. طبعا يعني بقت بالفشل طبعا. ثاني حاجه الموضوع بكاري جسامه طبعا، واحنا لينا وقايه مع الحكم بكاري جسامه، والحقيقه مش عايز اقول لفظ يعني خارج شويه ان هو معروف سمعته سيئه يعني في الماتشات او الماتشات الصعبه او الماتشات اللي عايزه يعني الجهه عايزه تديها لحد معين فبتجيب بكاري جسامه. فده كان سبب الازمه، والحمد لله اتحاد الكوره يعني لعب دور كويس في الموضوع ده وضغط، وبدا يبعت اعتراضات على الحكم بجاري كسامه اللي كان الحقيقه امبارح متحامل. انا كنت موجود في الماتش يعني متحامل على لعيبه المنتخب. طيب ومتحامل على انا عايزه بكلام حضرتك اللي فعلا بيلخص كل الصعوبات الغير معقوله اللي حصلت معانا في ماتش الكاميرون. سؤالي هنا، واحدة من الحاجات اللي بتميز كرة القدم هي القوانين، والقوانين الصارمة والتي تطبق على الكل. ايه موقف الكاف من عدد كبير جدا من المخالفات، او ايه شكل المحاسبة او المطالبة اللي المفروض يعني انه الكرة المصرية اتحاد الكرة المصرية يكون بيتقدم بليستة مخالفات كده حصلت مع الفريق المصري ويتم التحقيق فيها؟ ده وارد؟ هل ده وارد ممكن يتم حسمه قبل يوم الحد مثلا، ولا ده بقى نتحاسب فيه بعد البطولة؟ لا يعني في لا في بعض الامور يعني مثلا بعد ماتش المغرب كان في ايقاف للاعب مروان داوود، وروجير اللي هو المدرب المساعد مع كارلوس كيروش تم الرد. يعني بيبقى في اجتماعات اول باول بعد كل جوله. ماتش المغرب يعني خلاص مروان داوود هو موجود مع المنتخب، تم رفع الايقاف عنه مباراتين. كان في غرامه الحقيقه اللي هي 100,000 دولار على كارلوس كيروش وعلى عمرو السوداني ان هم ما حضروش المؤتمر الصحفي، ودي غرامه مغالى فيها يعني جدا جدا. اول مره نشوف رقم ده. تم الكاف وافق على تخفيض الغرامه، بقت 50,000 دولار. 25,000 تدفع دلوقتي و25,000 معلقه ان هو في حاله تكرار الخطا بعدم وجود ذهاب مثلا كارلوس كيروش للمؤتمر الصحفي، فبالتالي تم تخفيض العقوبه. كارلوس كيروش ان هو يعني اتحاد الكره طبعا قدم التماس على العقوبه اللي موقعها على كارلوس كيروش اللي هو ايقاف مباراتين وغرامه 10,000 دولار، ودي غرامه ماليه كبيره جدا. يعني هو في الطبيعي بيبقى يتم ايقاف، المفروض في حاجه زي دي خلاص انت طردت كارلوس كيروس الماتش، خلاص الماتش اللي بعديه يبقى موجود. المدير الفني ما بيتعاملش معامله اللاعب ان هو خلاص خد طرد احمر يبقى يجيب على الماتش الثاني. فبالتالي في يعني الحقيقه يعني ضغط كبير جدا على منتخب مصر، في عدم عداله في بعض القرارات زي منها اللي انا قلت لحضرتك عليها يا استاذ دينا، اللي هو كارلوس كيروس خلاص انت طردت في ماتش خلاص يبقى الماتش الثاني يبقى موجود، لكن ايقافه ماتشين وغرامه 10,000 دولار يعني دي حاجه يعني تؤكد لك ان في نوع من التعسف على المنتخب المصري. في يعني في زي ما قلت لحضرتك اتحاد الكره تقدم بتظلم على القرارات دي، لكن هيتم الفصل فيها بكره. لكن اعتقد نسبه كبيره خلاص القرارات دي هتبقى شبه نهائيه، وكارلوس كيروش هيجيب على الماتش النهائي. كابتن ديار سيد ومحمد شوقي هم اللي هيتبدوا منصب المدير الفني المؤقت في على الدكه، حتى ويبقى فيه زي ما حضرتك انت قلتي كارلوس كيروش موجود في قلب الملعب، ويبقى فيه اداه تواصل بينه وبين الجهاز المعاون. انا بقى بمناسبه التواصل والقياده في سؤال مش قادره ما اسالوش لحضرتك، يعني الاقاويل والتفسيرات اللي بتتكلم عن روح صلاح القياديه وعن وجود صلاح القيادي وعن تحول اداء الفريق بعد ما صلاح خد مكانه كده في القياده، وتحول حتى سلوك صلاح محمد صلاح يعني في الملعب، هل انت بتأيد الفكره دي؟ وهل ده ممكن انه ووارد انه يحصل في وجود كارلوس كيروش ومحمد صلاح؟ يعني احكي لي شكل الكواليس دي او مدى صحه الطرح ده. يعني محمد صلاح بعيدا عن ان هو قائد منتخب مصر، يعني محمد صلاح من اول يعني من اللعيبه القليله قوي اللي انضموا لمنتخب مصر، بيبقى ليهم روح، بيبقى ليهم يعني اللعيبه بتحبهم يعني حتى قبل ما يحترف، سواء بدل سويسري او بعد كده تشيلسي وبعد كده روما وبعد كده ليفربول، والالقاب والارقام القياسيه اللي بيحققها صلاح الحقيقه بيحظى بحب وثقه وتأييد يعني زملائه في الفريق الحقيقه من زمان. يعني حتى لو هنرجع شويه كده ورا استاذينا بطوله 2017 كان وجود لعيبه كبيره جدا في المنتخب وقتها، احمد فتحي وكان عصام الحضري لسه بيلعب وشناوي واكرامي،
كان هو محمد صلاح بيقعد يتكلم مع اللعيبه، بيقعد يقود اللعيبه، بيقعد يحفز اللعيبه. فمحمد صلاح يعني قائد من صغره، يعني مش ما كانش محتاج شاره ابيض. وجوده في الملعب طبعا يعني بيفرق وبيدي اهميه كبيره جدا 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 لمنتخب مصر. وجوده ككابتن فريق، بس انا بقصد وجوده كحد تكتيكي، كحد بيتدخل في شكل اللعب، في اختيارات اللاعبين، في تسكين اللاعبين، هل ده وارد؟ لا يعني تسكين اللعيبه ان هو بيختار اللعيبه، بيختار مثلا لعيبه معينه بيتدخل في التشكيل والحاجات دي. لا اعتقد الموضوع صعب شويه على صلاح، يعني صلاح ما بيتدخلش في الامور دي. يعني صعب، لكن وجوده في الملعب انا ببقى موجود في، يعني معظم ماتشات الكاميرون كنت موجود فيها. صلاح على طول بتلاقي معاه اثنين او ثلاث لعيبه بيراقبوه، فده بيخفف الضغط على اللعيبه اللي جنبه. يعني صلاح حتى لو يعني الناس مع احترامي يعني شايفه ان صلاح ثالث افضل لاعب في العالم، شايفينه سوبر مان اللي هو لازم ياخد الكره من الجون يجيب جون. يعني هو يعني اكيد حد بيلعب في فريق محمد صلاح هيسمع كلامه، هيحبه يعني. وهو امبارح كان ليه دور تحفيزي، والفيديو المنتشر ليه بتاع هنكسب هنكسب هنيجي على نفسنا ونكسب، ده في حد ذاته حماس. صلاح الحقيقه يعني قيمه وقامه كبيره، بعيد عن بقى ان هو نجم ليفربول، بعيد عن ان هو ثالث افضل لاعب في العالم، الحقيقه لعيب ملتزم جدا جدا، لعيب يعني على طول. حتى اي لعيب بينضم جديد للمنتخب تلاقي هو اول واحد بيقعد معاه ويحفزه ويتكلم معاه، لعيب ملتزم جدا في مواعيده. يعني اول يعني هو كابتن، حتى هو قبل ما يبقى قائد الفريق يعني بيبقى مثلا الاجتماعات او الاجتماعات مع الجهاز الفني واللعيبه اول واحد بيبقى موجود هو، اي لعيب تاني مكانه مع يعني في بعض اللعيبه مش عايز اذكر اسامي بيتعامل هو مثلا نجم ينزل اخر واحد، ينزل متاخر على الاتوبيس، ينزل متاخر طيب على الملعب على وقت التسجيل. صلاح الحقيقه في الحاجات دي مش موجوده عنده. فصلاح يعني هو زي ما قلت لحضرتك، لا هو صلاح يعني محتاج حلقات. لكن عايز اسال، بما انه حضرتك بتاكد انه فكره لا صعب ومش وارد يكون بيتدخل في التشكيل، طيب اختيارات كارلوس كيروش اللي بدات اكثر تعقلا واكثر قبولا في الماتشين الاخرى، تقول اننا كمان عايزين نسال على مين هيبقى قدام ساديو ماني مثلا؟ تمام، يعني السؤال الاولاني الماتش اللي جاي، لانه طبعا برضو في اصابات وفي غياب. ده سؤال مهم جدا، بس اجاوب على السؤال الاولاني ان كارلوس كيروش بدا تشكيله وبدا يبقى مفهوم للناس. لان اعتقد ان خلاص كارلوس كيروش بدا يفهم طبيعه اللعيبه المصريين، وبدا يفهم طب مستوى اللعيبه المصريين. كيروش كان معذور في حاجه معينه زي دي، ان هو اول ماتش ليه يجي هنا في مصر كان ماتش السوبر المصري بين الاهلي وطلائع الجيش. الحقيقه كان يعني الكلام ده على لسان الجهاز المعاودي ان هو الراجل شاف مستوى اللعيبه يعني كان سيء قوي في الماتش ده، ماتش الاهلي وطلائع الجيش، فبدا يتجه للعيبه المحترفين، واي وحتى طلب منهم ان اي لعيب محترف سواء معروف او مش معروف ينضم لمنتخب مصر. فبالتالي كان هو عنده انحياز للعيبه المحترفين، لكن دلوقتي بدا يفهم طبيعه اللعيبه المصريين، بدا يعرف اللعيبه المصريين. يعني عنده طبعا يعني الحمد لله دلوقتي عن جرأة ان هو يختار بعض اللعيبه. يعني محمد عبد المنعم شايف ان هو من افضل مكاسب منتخب مصر في البطوله، اللي هو المدافع المتاكل اللي انضم للنادي الاهلي مؤخرا. احمد فتوح شايفه افضل لعيب في البطوله. هاجي لحضرتك السؤال الثاني، مين اللي هيمسك ساديو ماني؟ لغايه دلوقتي في يعني مشاورات، والاقرب لغايه دلوقتي ان ممكن محمد عبد المنعم يبقى ظهير ايمن في ماتش السنغال، ومحمود الونش وجنبه ايمن اشرف يبقوا مساكين، على اساس ان محمد عبد المنعم بيقدر يعني يقدر يوقف خطوره ساديو ماني. طبعا المنتخب السنغالي بيعتمد عليها بنسبه كبيره جدا، لكن كل دي مشاورات. الحل الثاني ان امام عاشور يعني اللي ظهر او اللي شارك في ماتش الكاميرون الاخير وظهر مستوى كويس، يعني اول يعني اذا حتى يعني دي احنا جاهزين لها، حتى انه يعني اسم قوي واسم كبير وممكن يكون طبعا ليه احتياطاته وتكتيكاته الخاصه. اخيرا لازم اسال حضرتك عن ازمه محمد شريف، او اللي احنا حسيناه او كلنا بصراحه تعاطفنا مع محمد شريف وخروجه السريع. هل تم احتواء الموضوع؟ ومين اللي قام بالحكايه دي؟ كارلوس كيروش قدر يعني يعديها مع لاعب مميز زي محمد شريف؟ يعني زي ما حضرتك قلت زي فعلا يعني تغيير كان في غير محله، يعني اللعيب لسه نازل وبعدها اقل من دقيقه يروح فاهم يتغير تاني. فطبعا موقف صعب على اللعيب، يعني حتى برضه واحنا موجودين في المدرج يعني كان في نوع من الغضب طبعا من الجماهير على تغيير محمد شريف. لكن الحقيقه بعد الماتش على طول، بعد الماتش ما خلص واللعيبه كلها بتحتفل، كارلوس كيروش اول واحد نزل جير عليه وحضنه محمد شريف. يعني ده يعني الراجل مقدر او فاهم حجم اللي هو الموضوع اللي حصل.
فتم خلاص الموضوع اتحل في الملعب. يعني كارلوس كروس يعني ما حضنوش مثلا وسابق، لا حضنوا كل دلوقت معاه، اتكلم معاه مثلا 10 ثواني كده ولا حاجه. فمحمد شريف طبعا تفهم الموقف. انا حاسه الموضوع كان انساني اكتر، ما كانش انفعالي يعني. دي حقيقه يعني. لا هو الموضوع يعني كان زيزو رقم واحد في ضربات الجزاء، فلازم يغير. فهيغير مين يعني؟ حتى احنا قعدنا نحسبها برده في الملعب، طب ليه ما غيرش كده؟ فهو كان اقرب تغيير الحقيقه فعلا كان يتعمل كان محمد شريف. يعني كان ما كانش ينفع يغير صلاح، ما كانش ينفع يغير مثلا عصام صبحي، نزل غير الماتش. ما ينفعش يغير اللعيبه اللي لسه نازلين فتوح، الناس اللي هي واعتقد بعد الفوز بتختفي التفاصيل وبيبقى كله فرحان وكله بينسى حتى موقعه كان من ايه من النجاح، لكنه نجحنا. اخيرا توقعاتك بقى كابتن محمد مراد. يعني ماتش صعب قوي يا زينه توقعي، لكن ان شاء الله باذن الله باذن الله. انا يعني الكوره او البطوله عايزه منتخب مصر من اول البطوله، يعني الحمد لله ماشيين بخطوات كويسه. هل هنلعب بخطه العنكبوت برضو ونستنى ضربات جزاء ولا مش هتبقى في صالحنا؟ بص هو يعني هو طبعا يعني الراجل يعني نتيجه الماتش هي اللي يعني بتخليكي تفكري في خطه اللعب. يعني مثلا ماتش المغرب في اول دقيقه جالهم ضربه جزاء وجابوا جون، فاعتقد ان طريقه يعني طريقه او سيناريو الماتش هو اللي هيحدد الخطه اللي بتلعبها. لكن كارلوس مش على طول خطته ثابته، دي 4 3 3 ما بيغيرهاش. وشايف ان دي حاجه كويسه للحياه، اللعيبه بداوا يحفظوا بعض، بداوا يفهموا بعض، والحمد لله عندنا لعيبه مميزه تقدر تطبق اي خطه. عندنا لعيبه يعني بخلاف صراع الناس زي رمضان صبحي. فباذن الله باذن الله الماتش صعب جدا، بس باذن الله هنرجع باللقب يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي. وفاصل ونرجع نكمل مع بعض حلقتنا من التاسعه. بعد الفاصل هنطمن على ريان زي ما العالم كله بيتابع، ونشوف لقطات حيه من انقاذ ريان. وبعدين هنبدا فقرتنا النهارده عن الفركشه. في الفاصل هدور على في السوشيال ميديا لو في حد من حضراتكم هيبعت لنا اراءه في الفكره دي، ليه العلاقات العاطفيه يعني خلينا نقول ما بتكملش، مش بس بنقول بعد الجواز لكن كمان قبل الجواز، ليه الناس بقى خلقها ضيق على العلاقات والعلاقات لا تستمر فترات طويله؟ في ايه؟ ايه اللي حصل في تركيبتنا الاجتماعيه؟ بعد الفاصل. في كل تحدي إنساني تظهر البطولات، وفي كل اختبار للإنسانية الحقيقة أنه الإنسانية بتنجح وبتغلب وبتكتسح أي معايير بنعتقد أننا فقدناها أو أي قيم بنظن في نفسنا أننا انشغلنا بكتير عنها. في قصة الطفل ريان، الطفل المغربي من مدينة شفشاون اللي العالم كله بقى ما بتفوتش ساعة إلا ما بنسأل أنقذوا ريان ولا لا. الحالة العظيمة من الاهتمام هي اهتمام بالتأكيد بطفل بريء سقط في بير من يوم الثلاثاء اللي فات، والقصة إنسانية بكل المقاييس وقاسية جدا بكل المقاييس، لكن وكأنها أتت عشان تقول أنه العالم ممكن يتوحد على أهداف أخرى. وإذا كان في أوقات بنحترم فيها العلم وبنحترم فيها الهندسة والحسابات والتفكير المنطقي للأمور، فهي في المواقف اللي زي دي. وإنقاذ الطفل ريان هو واحد من الاختبارات لكل ده. إزاي العلم هينتصر؟ الإنسانية هتنتصر؟ إزاي الحسابات الهندسية اللي تضمن سلامة الطفل في أثناء الحفر وأثناء خروجه؟ اللي تابع القصة من بدايتها عارف إنه كان في استحالة شديدة إنه ريان يخرج من نفس البير اللي نزل فيه لأنه صغير جدا ومفيش أي شخص بالغ وكبير يقدر يدخل فيه، وبالتالي بدأت الجهود في رسم خطة بديلة في إنه يتم الحفر من جانب آخر. كان في تحدي تاني وهو التربة وطبيعة التربة في المنطقة دي وسقوط الأمطار وعوامل كتير بتقول إنه لو بدأ الحفر ممكن يحصل لا قدر الله انهيار، وبالتالي ظهرت حسابات هندسية جديدة. أنا على قد ما بقدر بحاول ألخص لحضراتكم اللي حاصل من يوم الثلاثاء اللي فات، لكن النهارده الوضع اتغير، لانه النهارده فرق الانقاذ بتقول اننا بنترقب خروج ريان خلال دقائق او ساعات قليله قادمه، وهو الحمد لله حتى الان بحسب كل ما اعلن لينا انه بخير. اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات بتبث على الهواء مباشره، لكن هي منذ قليل طبعا، لكن هي كل العالم بيتابع لقطات خروج ريان. احنا سعداء جدا انه الاستاذ السعيد قدري
الصحفي اللي هيشاركنا اللي موجود كمان حاليا في موقع المحاولات إنقاذ ريان، واللي ممكن يشاركنا بمستجدات ما وصلت إليه الأمور، إلى أين يقف الهندسة والمجهودات. وعندنا أسئلة كتير بصراحة. الأستاذ سعيد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذة سيدتي، أهلا وسهلا بك ومرحبا. أستاذ سعيد، يعني نبدأ من حيث انتهى العالم كله في متابعة قصة الطفل ريان. إيه المرحلة اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي؟ يعني منذ ساعات قالوا لنا أنه في خلال ساعات. إيه سبب التأخر أو إيه سبب ما سمعناه عن توقف الحفر مؤقتا لحين تعديل الخطة مثلا؟ بداية أشير إلى أن العملية والمحاولة الأخيرة سيدتي قد بدأت منذ نحو نصف ساعة، وهي عملية الحفر اليدوي. الأكيد أن عملية الحفر اليدوي تتم بوجود أخصائيين عناصر الحماية والإنقاذ، التجأوا إلى هذه الوسيلة بعدما وضعوا أنابيب خاصة تمر مباشرة من الحفرة الموازية التي توجد على عمق 32 مترا من البئر التي سقط فيها الطفل ريان ذو الخمس سنوات يوم الثلاثاء الماضي، وبعد أزيد من 70 ساعة. الأكيد أن هذه الحفرة وضعت طبعا كخطة من طرف رجال الحماية المدنية لأجل إنقاذ الطفل ريان، غير أن هناك مشكل كبير، وهو مشكل انهيارات التربة التي توقف منذ الساعات الصباح الأولى من يوم أمس حتى اليوم عمليات الإنقاذ واستمراريتها. الأكيد كذلك سيدتي أن العملية الآن تقام في مراحلها الأخيرة، حوالي 5 إلى 6 مترات تفصل طاقم الإنقاذ عن ريان. الأكيد أن هذا الطاقم سيبذل جهد كبير لأنه سيعمل بطريقة يدوية عوض الآليات خوفا من انهيارات كبيرة، وسيشتغل الطاقمين أو 3 أطقم بطريقة يدوية بمطرقة ومسمار، وكذلك بعملية حفر التراب وسط البوبين يمد بطريقة عمودية في اتجاه المكان الذي يوجد فيه الطفل ريان. أستاذ سعيد، كما نشاهد مع حضرتك في حالة من الترقب، وكما ذكرت يبدو أن بدأت عملية الحفر اليدوي، توقف الحفر بالمعدات منعا أو لحدوث أي انهيارات، وتم ضخ المضخات الأسمنتية اللي ضمنت أن عدم انهيار التربة، والآن نحن في مرحلة الحفر اليدوي. أعرف أننا في المساء وأنه الجو أيضا ممطر، متى تتوقع تقريبا بحسب تقارير القائمين على الحفر أنه هذه 4 أو 5 مترات يتم الانتهاء منها ويتم التقاط الطفل ريان؟ فقط أشير إلى أنه لم تكن هناك تساقطات مطرية، كانت تساقطات خفيفة جدا. طبعا كان هناك ترقب كبير إذا قدر الله وحدثت تساقطات كبيرة، أظن ستتعقد الأمور وستصعب التساقطات المطرية من مهمة ومهام فريق الإنقاذ. لحدود الساعة وحسب طبعا مصادر هنا من السلطات المحلية هنا بالمنطقة وبالمتجر الذي سقط فيها الطفل ريان، فالعملية التي انطلقت قبل لحظات هي عملية ينتظر أن تستمر حوالي ما بين 3 إلى 4 ساعات. هذا إن لم تكن هناك انهيارات. دائما الحاجز الكبير والمعيق الوحيد هو وجود انهيارات في التربة. التربة في الوسط هي تربة صلبة، لكن فوق هي تربة كلسية خفيفة، بمجرد حدوث زعزعة قليلة تسقط التربة وتوقف من جديد عملية الحفر،
وتتدخل الآليات للإخراج ولتحييد التربة. طيب أستاذ السعيد، إذا في السيناريوهات حسب بعض المصادر التي أكدت أن الرجال الحماية قد حفروا حوالي متر إلى متر وعشرين سنتيمتر. إذن أستاذ السعيد، في السيناريو الجيد أو الأفضل بالنسبة للطفل ريان إن شاء الله هو عدم حدوث انهيارات، إنه في خلال 3 أو 4 ساعات. سؤال أخير عن اللقطات المهمة جدا للطفل ريان داخل البئر، وإلى أي مدى بيتم تحديث هذه اللقطات؟ إلى أي مدى الكاميرا اللي أرسلت للإطمئنان على ريان ما زالت تبث أخبار جديدة عنه وعن حالته، مؤشراته الحيوية حتى الآن؟ أولا لم يسمح للإعلام ولوسائل الإعلام الحاضرة هنا الوطنية المغربية والدولية بالوصول إلى مكان والبيت الصغير الذي توجد فيها الكاميرا، فقط نشاهد بين الفينة والأخرى عملية إنزال قارورات الأكسجين. هذه القارورات طبعا يتم إنزالها من قبل عناصر الحماية المدنية المغربية. الأكيد أن هذه العملية تؤكد من جديد أن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة، ما زال يتنفس. أكد والده في صباحة اليوم أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنه شاهد وتابع بعض الحركات البسيطة التي قام بها ابنه داخل عمق 30 مترا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ السعيد قدري الصحفي المغربي الذي تابع معنا من موقع انتشال الطفل ريان والذي يتابعه العالم كله. مرة تانية إن شاء الله عند خروج ريان هيجد الكثير من المحبين، هيجد الإسعاف المدرب اللي موجود هناك. كل قلوبنا مع المملكة المغربية، لأنه ده تحدي إنساني في المقام الأول وتحدي قدرات في المقام التالي. نعتقد انه ونتمنى ان شاء الله انه انا بالنسبه لي اللقطه اللي كانت اهم هي متابعه المؤشرات الحيويه للطفل ريان، واذا كانت او اذا كتب ان شاء الله لهذا الطفل حياه، فاكيد الطفل ده يعني رساله كبيره ليه اللي هيعمله بقى في حياته. انا بشوف انه شخص بهذا الظرف الاستثنائي رسالة كبيرة، إنه أولاً من المسؤول عن سقوطه في هذا البئر، من المسؤول عن ترك هذا البئر مفتوح؟ دي كلها أسئلة مش وقتها دلوقتي، لكن توقظ الضمير الإنساني إنه إهمال صغير جداً ممكن يؤدي إلى بصك حجم المجهود عشان بس ننقذ حياة إنسان. ربنا يكمل على خير. وتاني هنكرر إنه حادثة ريان أو اهتمام العالم بريان بيطمننا على الجزء الإنساني منا، وإننا لم نعتاد حوادث المأساوية ولم نعتاد الموت ولم نعتاد أنه تسير الأمور بشكل سلبي. إن شاء الله نطمن على ريان، وإن شاء الله بقى يا رب كده خلال نص ساعة اللي جايين خلال وقت حلقتنا لو سمعنا خبر جيد عن حالة ريان نطمن حضراتكم. بعد الفاصل نرجع نتكلم عن انتهاء العلاقات المبكرة. ليه الناس أو الأصغر سناً اللي بيدخلوا في ارتباط ما بيكملوش؟ ودي بقت ظاهرة يستحق إننا نسأل عنها. فكرة بيسميها كده الكوميتمنت أو الالتزام، إن أنا أكمل للآخر في ارتباط. نسأل بقى أخصائيين واستشاريين وأطباء تنمية البشرية والعلاقات بعد الفاصل. نتكلم عن ما نسميه الفركشة. مساءكم خير. ولأنه دايما أو إحنا فهمنا أو اتعلمنا من خلال خبراتنا البسيطة أو الكبيرة في الحياة إننا لا نستطيع الاستغناء عن العلاقات، واللي بيقول لك عكس كده العلاقات الإنسانية بوجه عام، واللي بيقول لك عكس كده هو بيخفي مرارة أو وجع أو ضيق من العلاقات أو تصدم في العلاقات. لكن أصلا الإنسان كائن علاقاتي، فإحنا عايزين نعمل علاقات كويسة وإحنا نتمنى نعمل ده. وبطبيعة الحال في سن معين الناس كلها بتدور على الارتباط بالشكل الطبيعي،
ولانه عندنا اسئله كتيره بقى، طيب لو احنا عايزين نرتبط او بندور على ده، لكن العلاقات بتلاقي طريقها للفشل بدري بدري، يعني قد ما اتكلمنا مرات كتير عن الطلاق المبكر، لكن كمان اكتشفنا انه في مشكله في اليه اداره العلاقات حتى اللي بتؤدي للارتباط، والناس بتتفق على ايه اصلا. دي بقى اسئلتنا النهارده لدكتور تامر شلبي، استشاري التنميه البشريه والعلاقات الاسريه. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ودكتوره رشا الجندي، استشاري الصحه النفسيه، اهلا بيك يا دكتور. مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا. ابتدي بقى عشان الورد والفل والياسمين دي هديكي واحد ورد كده دلوقتي. عندنا مشكله، كل علاقه تنتهي مبكرا. في الجمله الموضه بتاعت اصلنا اكتشفت انه توكسيك، او انا كنت في علاقه توكسيك، الجمل النفسيه اللي بقت على لسان الناس واللي بقينا بنوصم بيها طول الوقت التاني اللي مش موجود، ايه رايك فيها؟ طيب انا عايزه بس ابدا الاول اقول، هو احنا اساسا بنرتبط ليه؟ يعني ليه الناس عايزه تتجوز او عايزه يكون في حياتها حد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في معنى الآية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا لتسكنوا إليها، مودة، رحمة، دي كلمات عميقة قوي، ما بتتاخدش كده بسهولة. يبقى إذا الموضوع هي فعلا البداية، الراحة الأولى دي. أيوة الموضوع مش لتسكنوا إليها يعني ساكن، لا، ولا الموضوع موضوع أني بلبس فستان فرح، ولا اصل صحابي كلهم اتجوزوا وانا اللي لسه، او ارتبطوا وانا اللي لسه مش مرتبطه، او علشان ان انت ترجع البيت تلاقي حد بيعمل لك اكل وشرب. لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. طب هعرف ازاي ان البني ادم ده هيكون سكن وموده ورحمه، وبالنسبه كمان للراجل، لان احنا للاسف يعني ده الطبيعي في الحياه، ان انت ممكن تعاشري ناس سنين ولسه ما بتعرفيهمش، يقول لك عشرت فلان ما عشرتوش، يبقى انت لسه ما بتعرفوش. لما احنا بنيجي في علم النفس نتجرد من كل حاجه ونيجي نبص من فوق كده، بنلاقي الاسر مختلفه. يعني في اسر حدود علاقه البنت مع الولد اللي هيتقدم ليها عباره عن ان هم بيقعدوا مع بعض في وجود ثالث، اب، اخ، ام، ايا كان. وبتتدرج الحدود دي وفقا للاسر المختلفه لحد ما بنوصل لاسر متاحة عندها، ما عندهاش قيود وما عندهاش حاجات. طيب أنا هعرف بقى إزاي يعني العشرة اللي يعني أنا عاشه ديها دي يا دكتور دي. الفترة اللي المفروض فيها أن أنا أعرف الشخص ده هقدر أسكن إليه وارتاح والفترة الخطوبة يعني بالظبط، معايير شكل الخطوبة مختلفة بالظبط، هي سبب من أسباب أن إحنا ما بنعرفش نكمل؟ لا، هو هنا السبب الاختيار، انا بحدد سواء علاقتي بيه ضيقه ولا واسعه، بحدد هو ينفعني ولا لا بناء عن ايه؟ بناء عن حاجتين لازم يكونوا موجودين. لو حاجه فيهم رفضت بشكل صريح، اذا العلاقه دي ما تنفعش، العلاقه دي ما تنفعش. القلب والعقل الاثنين مع بعض. هعرف القلب ازاي؟ هعرفه، طب ما حد هيقول لي طب انا يعني من الاسره مثلا العلاقه عاملينها لنا محدوده قوي. موضوع العقل، القلب ده هو موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا عليه، اللي هو القبول، اللي احنا بنقول عليه في وقتنا دلوقتي الشباب والبنات يقول لك ده في كيمياء. طب ما صدقيني بيبقى في قبول وبيبقى في عقل. هقول لحضرتك بس امشي معايا برضو بس بالنقطه كده، امشي معايا. هعرفها ازاي ان القلب ده موجود ولا لا؟ اولا هو شكله بالنسبه لي ما يكونش منفر. لما بسلم عليه، لو هي حتى حدودنا السلام بالايد، انت بتحس احساس مختلف عن لما بتسلم على اختك، على امك، على زميلتك في الشغل، انسانه اللي انت هترتبط بيها دي، لا شعورك حتى ناحيتها مختلف، بتحسي او البنت بتحسي والعصافير والبابلز والحاجات الحلوه اللي بتطلع موجود. تمام. طب القلب، العقل بيقول ايه؟ طيب العقل بيقول ان لازم الرجل يبقى اعلى من الست او على نفس مستواها المادي والاجتماعي والفكري. يعني احنا لما بنشوف واحده بتاخد واحد اقل منها ماديا او اقل منها اجتماعيا، تاكدي ان العلاقه رايحه في طريق مش مظبوط. طيب اللي حضرتك بتقولي إيه؟ معلش اسمحي لي هكمل الحته دي. ويكونوا زي بعض برضو في حته المبادئ الاساسيه في الحياه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك يعني لو هو عنده مبدا ان ما بيمدش ايده على حاجه حرام، هي اللي لازم يكون عندها نفس المبدا.
لو هو عنده مبدأ ان امه او ابوه بيكرمهم بدون شروط، هي كمان لازم يبقى عندها نفس المبدأ، علشان لو هي مش عندها نفس المبدأ ففي اول خلاف بعد كده مع امه وابوه هتقوله روح ارفع قضية مثلا عليهم وهكذا. عارفة ليه انا بقاطعك كتير؟ عارفة ليه انا شريرة وبقاطعك كتير؟ مش قصدي، انت كلامك جميل يا دكتور، بس ليه انا عايزة اروح من النقطة المهمة دي بتاعت معايير القبول وزي ما حضرتك قلت لنا قلب وعقل، واروح لدكتور تامر واسأله القصة انه المعايير دي اللي دكتور رشا قالتها لنا وبتفكرنا بيها، لما انا بعملها انا بعلي المعيار تمام، وانا اصلا ما بشتغلش على نفسي، بعلي التوقعات ودي وعلي التوقعات جداً. وانا نفسي لسه بقى في حتة، انا عشان كده عايزة اقول طيب انا ليه عمال ادور على الشخص اللي فيه كل المعايير دي؟ وبعدين محدش عمره قال انا وحش، انا مش كويس، انا مش جاهز، صح. انا مش عارف بنعمل طيب. ايه يعني؟ خليني ابدا من اخر حاجه انتهت ليها دكتور رشا. هي جميله كده وحلوه يعني. خليني اقول طبعا لو هي بتقول لو كل اتنين فكروا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب كان اكيد هيبقى معدل الجواز اقل بكتير قوي من اللي احنا فيه. المشكله ان زي ما هي قالت بالظبط ان الاساس ايه. ودلوقتي احنا العلاقات كلها بتبدا على ما فيش يعني بيبقى الهدف انا عايز اتجوز عشان اخد اللقب، مش عايز اتجوز عشان ابني اسره، مش عايز اتجوز علشان خاطر، لا هو الطبيعي والدارج دلوقتي ان انا عايز اتجوز عشان اعمل فرح، عشان البس فستان شكله ايه، او علشان خاطر اعمل اعيش الحاله. لكن لما بنيجي نتكلم على الواقع بنلاقي ان الواقع ان في تفاوت كبير جدا في الشخصيات، وبنلاقيهم ما خدوش الوقت الكافي، والاساسيات اللي دكتوره رشا قالت عليها بتكون مش موجوده اساسا. يعني بنتغاضى عن حاجات ممكن تكون واضحه زي الشمس في بدايه الخطوبه، وفي حاجات ما ينفعش ملهاش ثالث، يعني لا البخل ولا العصبيه ولا عدم الاحترام ولا العلاقه بالاهل، دول حاجات ما ينفعش يعني نفكر فيها مرتين، ورغم كده بنوافق ونكمل، فبالتالي اكيد العلاقه بتنتهي بالفشل. اوكي ليه؟ لان الاختيارات من الاول مش سليمه. موافق، ما هو احنا اكيد في مشكله ان العلاقات مش بتكمل عشان اختيارات مش سليمه. لكن تاني يا دكتور عايزه ارجع لك، وانا هكمل لك بقى. لا انت هتقولي لي سقف التوقع. مش عايزاكي تكملي لي معايير، انا شريره النهارده. عارفه ليه؟ لان كل الناس عارفه المعايير، اصل احنا وكل الناس موافقاكي وهتقول لك برافو الله يا ريت نعمل بس كده، بس ما بيحصلش، ما بنقدرش نعمله. احنا ما عندناش في علم النفس نقول حد ينفع وحد ما ينفعش. الشخصية اللي تنفع مع حضرتك أو وحشة بالنسبة لي ممكن تكون هايلة بالنسبة لغيري. يعني مثلا الدكتور تطرق لموضوع البخل، على فكرة البخلة دول ليهم حد اتجوزهم عادي يعني كتير، بيبقوا عايشين حياتهم كله بالظبط، وبيبقوا تمام جدا. اللي حضرتك ممكن تشوفيه حد وحش قوي غيرك ممكن يشوفه حد جميل قوي. لكن خليني اقول لك برضه ندخل على النقطة التانية، لو العقل والقلب موجودين انا المفروض بعمل ايه؟ لو احنا الحتة الاولى مكتملة، مش القلب بيقول لا ولا العقل بيقول لا، انا بقدم نفسي ليه ازاي؟ لازم اقدم نفسي بطبيعتي. هو اللي بيحصل ان احنا بنشوف العلاقات اللي بتفشل بسرعه بتفشل لما الواحد بيبدا يظهر على طبيعته وهو ما كانش مبين طبيعته الحقيقيه. انا بقدم نفسي مين الناس المهمه في حياتي اللي ما ينفعش تيجي في يوم من الايام تبعدني عنهم؟ انا طبيعتي عامله ازاي اللي صعب اغيرها؟ طقوسي عامله ازاي لما بقوم من النوم؟ يعني مثلا تلاقي واحده وليكن ما بتقابلش خطيبها غير وهي حتى فول ميك اب، طب هو بعد كده اكيد هيشوفك من غير ميك اب. يعني نبرز طبيعتنا للاخر. انا بعبر عن مشاعري ازاي؟ يعني في حد بيعبر مثلا بالكلام، في حد بيعبر بالافعال. طب انا برست طبيعتي، لو انا قدمت لك طبيعتي الحقيقيه وانت متقبلها لازم انا كمان اشوف طبيعتك الحقيقيه واعرف انا عندي مقدره اتقبل ده ولا لا. انا ممكن ما تقبلوش، غيري ممكن يتقبلوا، اذا ما فيش حد حلو وحد وحش، المناسب ليا ممكن ما يكونش مناسب لغيري. فانت لما بنظهر قصاد بعض في فتره الخطوبه على طبيعتنا، ده فعلا اللي بيبين لي. عشان كده يعني من قريب كان في موضوع جميل قوي بيناقشوه في برنامج كده، بقول لك هي ليه الستات بقت عايزه رجاله متجوزين؟ هي الفكره مش في حته رجاله متجوزين بصرف النظر عن الفكره يا صح ولا غلط،
بس هو بعدين بعدين لما الراجل دي كمان بنسميها ايه؟ بنسميها يعني بلغه الشارع ده رجل مخضرم. هو مخضرم يعني ايه؟ يعني هو مش بيسعى انه يغير الطرف الثاني، خبرته في الحياه. لا دكتوره ده راجل تاني يا دكتوره. استنيني بس، لما جرب الجواز وجرب العلاقات، عشان كده حته المخضرم دي ما بتلاقيهاش في شاب لسه طالع، بتلاقيها مع حد كبير. هو بيبقى عنده الخبره، مخضرم يعني عنده الخبره، ان هو لو عايز يرتبط بواحده بيحاول يشوف هي طبيعتها ايه، هيتقبلها ولا لا. والست نفس الحكايه. اول مره اختلف معاكي يا ستي، اول ما جيتي بتقولي بقول لك انت كنت دايما بقابل دكتوره رشا اقعد اوافقها، النهارده هتخانق معاها. لا انا مبسوطه لا جدا مع بعض في كل التفاصيل. ايوه انا عندي سؤال. هل احساس الاوبشن بتاع الانفصال واحد من اسباب الانفصال؟ يعني كتير قوي ما بنسمع العيب مش فيكي، انا المشكله عندي. المشكله لا، ده الحل، ده الجملة الشيك قوي دي، شيك قوي بالظبط. ده عشان اسيب بالشياكة يعني، او انهي بالشياكة وننهي بسرعه، والعلاقات ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. انا سؤالي اللي عمال ادور راح حواليه ومش حدش بيجاوبني ليه النهارده، ما اعرفش، انا اشتكي للجماهير. المجهود المطلوب مني، انا دايما بحترم المجهود الشخصي قبل المجهود بتاع الطرف الثاني، المجهود المطلوب مني في العلاقه عشان العلاقه لو بمعايير العلم كده اللي دكتوره رشا شاركتنا بيها تكمل، ايه المطلوب؟ المجهود الاقل مجهود مطلوب، اقل مجهود ان انا اكون شاري البني ادم اللي قدامي عشان اقدر اغير من نفسي، عشان اقل مجهود الواحد محتاج يعمله علشان يحافظ على شكل العلاقه انه ما يفكرش هو ادى قد ايه، ولا هو بيضحي او بيجي على نفسه قد ايه. لا، هو المجهود الطبيعي ان انا المفروض ادي وما استناش. ده لو انا شاري البني ادم اللي قدامي وعايز اكمل مع البني ادم اللي قدامي. دايما بقول انك اول ما بتبدا تشوف العيوب هي دي بدايه النهايه. فبلاش نبدا عينينا تشوف العيوب وما نعودش عينينا تشوف العيوب، ولا نبقى شايفينها واعيين بيها. لا، لان احنا لو شايفينها وعيب بيها هنفضل دايما نفكر نفسنا بيها انه عنده عيب وانا مستحملاه، او هي عندها عيب وانا مستحملها. العلاقه هي شراكه، ده مشروع ما بين اتنين، كل واحد عليه مجهود لازم يعمله، مجهود من الشخصين من الطرفين. والمجهود ده لما نبدا نفكر فيه ان احنا بنبذله بيبدا ياخد من طاقتنا الى اقصى درجه حركة ما تتخيلهاش. عشان كده بلاش نفكر دايما في المشاكل قد ما نفكر ازاي نقدر نتعامل معاها، ازاي نلاقي لها حلول، ما نفكرش ان احنا عندنا مشكله. وهي دي اغلبيه فشل العلاقات، انك بتلاقيهم دايما وابدا بيبصوا على اللي مش موجود، لكن كل اللي موجود بننساه او بيبقى بعد كده امر واقع بالظبط، بنتعامل معاه بناخد عليه حاجه، ده الطبيعي، ده الاساسي. احنا هنروح فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع نسال على السؤال المنطقي اللي يخص هو العلاقات اللي بتنتهي بدري او العلاقات بلا مسؤوليات، الموضه اللطيفه الجديده السهله اللي ناس كتير بتعتقد ان ده الشكل الاسلم للعلاقات، وانه بلا وجع قلب ولا بلا وجع دماغ، وانه الارتباط بمشاكله وبتحدياته اللي الناس دي بتقولها بلاش منه احسن. بعد الفاصل مساءكم خير، لسه بنتكلم عن العلاقات التي لا تكتمل، او عن فترة الخطوبة اللي هي معروفة علشان يا اما نكمل بالمعروف وعلاقتنا تستمر، او نتعارف ونقول شكرا بشياكة كده، لكن الحقيقة ان هي بتتحول الى فترات من التعارف المتكرر لشخصيات مختلفة، والناس ما بتكملش في العلاقات بشكل غريب او حتى ما قبل الخطوبة. كان سؤال بقى قبل الفاصل هو الموضة الجديدة، أو فكرة أنه إحنا نبقى في علاقات أو نتعرف على ناس، لكن نيجي عند خطوة الارتباط إحنا بنمتنع لأسباب كتيرة ومتعددة. أنا هسيب حضراتكم تقولوا من ناحية الرجالة، لأن دايما الرجالة موسومين بالمسؤولية أول حاجة، يعني دايما بيخافوا من المسؤولية. مسؤولية شيء صعب جدا، كل ما بتقربي منه بتحاولي تهربي منه بشتى الطرق. هل الرجل المصري مش متربي على الإحساس بالمسؤولية؟ ودي مش إهانة، يعني الأمهات المصريات كانوا جزء من الحتة دي، إن الراجل المصري ما عندوش
لا ما نقدرش نعمم القاعده ونقول ده، لان احنا عارفين ان في نماذج كتيره جدا من الرجاله بتبقى، وده الطبيعي، بيبقوا شايلين المسؤوليه حتى من قبل ما يكونوا مرتبطين او يفكروا فكره الارتباط. هي مسؤوليه الارتباط مختلفه تماما عن اي نوع من انواع المسؤوليات. انا بسال بصراحه على مسؤوليه الارتباط طفل يعني مدلل بالظبط، يعني مسؤول عن امي، عن بيتي، عن نفسي، غير لما اكون مسؤول عن بيت. اصعب مسؤوليه في الدنيا انك تحس ان في ناس في رقبتك، زوجه، اولاد، ومسؤوليه الاولاد دي مسؤوليه اكبر بكتير وتخوف. النهارده انت مسؤوله عن نفسك او مسؤوله عن عيلتك، غير لما تكوني مسؤوله عن روح انت مسؤوله عنها في كل حاجه. فالخوف من المسؤوليه دي اول حاجه بتخلينا نجري بالمشوار قبل ما نبدا نفكر في اي حاجه. والاهم من ده كله كمان ما بقتش الخوف من المسؤوليه بس، لان دلوقتي بقت المسؤوليه مشتركه على فكره. يعني انا بحس ان دلوقتي غير الاول، دلوقتي احنا ممكن نتقبل جدا ان الزوجه تشارك في مصاريف البيت، او ان احنا نبقى، وده بيحصل، وحتى نسبه السيدات العاملات بقت اكبر بكتير من زمان، ويمكن ده برضو بيساعد على سرعه الانفصال، لان هم بقوا حاسين ان هم مش محتاجين لحد، لان جزء كبير من السيدات بيتكلوا على حته الراجل بالنسبه لنا الامان. على فكرة أنا أقدر أعتمد على نفسي وأقدر أعيش حياتي، أو هي بالنسبة لها هو الأمان المادي فقط، فلو أنا عندي الأمان المادي فأنا مش عايز. فده بيساعد على فكرة من نسب إن العلاقات ما بتكملش. فإحنا بنقول إن المسؤولية حتى لو هي دلوقتي مشتركة، بس برضو ليها جزء وعامل كبير جدا إن الواحد أو إحنا نبقى قلقانين جدا إن إحنا ناخد الخطوة دي. طيب يبقى إذن الخوف من المسؤولية، وأقدر أطبق كلام حضرتك على الراجل والست؟ طبعا. إنه الست كمان بتخاف من المسؤولية؟ لا مش بتخاف من المسؤولية، هي الست بتخاف، وخصوصا لو بعد وقت معين بتخاف إنها زي راجل، إنها وصلت لمرحلة معينة في حياتها إنها مش عايزة أي نوع من أنواع التحكمات اكتفت. أو خلاص. فبيبقى من كل ما ترقت وكبرت وتحققت بتصعب المسؤولية، وهو العطف بيبقى عليها كمان صعب جدا، لأن الست بتبقى يمكن أو ده الطبيعي، ما بيبقاش بس عاتق البيت وعاتق مسؤولية الزوج، البيت والزوج والأولاد وتأنيب الضمير، لأنها دايما وأبدا هي عايزة تبقى أحسن حاجة وحاسة بالتقصير في يعني عامة، فده بتبقى برضو عاطق كبير عليها، عامل كبير. عندك أكيد أسباب تانية. هتقول لك لا لا. أكيد في سبب كمان تاني. إحنا عندنا في الصحة النفسية دايما الاعتدال، علم النفس يحب الاعتدال. فاللي تربوا دايما تربية لإما فيها دلع زيادة قوي، مش متحملين أي مسؤولية خالص، أو العكس شالوا مسؤولية فوق طاقتهم في سن مش سن إن هم يتحملوا مسؤولية. اللي تربوا دلع قوي دول أو دول هيبقى صعب قوي عليهم إن هم يعني يقدموا على الخطوة، لأن هم لسه ما وصلوش للاعتدال. وفي حاجة بقى لو حضرتك بتسألي حاليا عن دلوقتي، لا العلاقات بقت متاحة بشكل أكبر. وده غلط، دي النقطة اللي كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفاصل. يعني لما الولد بيلاقي ان سهل ان هو يقيم علاقة مع البنت من غير جواز، طب يتجوز ليه؟ ما هو لو الموضوع متاح هيروح يقدم على خطوة الجواز ليه؟ المسؤولية مش بس مادية، اصلا المسؤولية دي يعني حد انت بدل ما متعودة وقت ما عايزة تقعدي براحتك هتقعدي براحتك، لا في الوقت ده انت ممكن في الوقت اللي انت عايزه تقعدي فيه مرتاحة براحتك ومزاجك يطلب منك ان انت تعملي حاجه من شريك حياتك، بتقومي في الوقت اللي انت عايزاه ممكن تضطري ان انت ترجع البيت بعد الشغل براحتك، لا انت بترجع البيت عليك شغل تاني انت لازم تخرجها، ولو عندك اولاد هتخرج اولاد. فالمسؤوليه النفسيه ان طرف اخر مسؤول منك نفسيا وفكريا في المشاركه، مش بس الماديه. انا بحس الماديه يمكن لو جينا بصينا لها في ارض الواقع اهون حاجه، اهون بالنسبه للمسؤوليه النفسيه. ودي شكوه كل الرجال على فكره، يقول لك انا كنت مرتاح وانا سنجل، لا كان حد بيقول لي ولا بيزن عليا. عشان كده الاعتدال مهم قوي، ان انت تاخد واحده معتدله او ان انت تاخدي واحد معتدل. الاعتدال ده بيبان على فكرة، بيبان في فترة الخطوبة اللي بنتكلم عنها. يعني أنا هقول لحضرتك مثال، أنا كبنت مثلا وحتى بيبان بين الصحاب. يعني مثلا مرة ركبت معايا واحد صاحبتي العربية، مش عارفة زعلت من إيه أو مش عارف إيه، فتحت باب العربية وأنا ماشية عايز تنسى. ده أوتوماتيك دي هتكون إزاي ردود الفعل الهستيرية دي بالظبط، ردود الفعل الأوفر. أو
البرود او التبلد اللي هو مثلا ايه الناس تقول لك ده عنده ثبات انفعالي، لا، في فرق كبير جدا ما بين البرود وما بين الثبات الانفعالي. فرق كبير لما اقول لك مثلا فلان تعبان فبعد تقول لي بعد ما خلص الفيلم وفلان تعبان مش لازم تصوت وتصرخ وتزعق وتعمل عادي، بس على الاقل تقوم تاخد اجراء تتحرك. فده بيبان موضوع الاعتدال بيبان ليه بقى، لان المعتدل بيكون معتدل في كل حاجه حتى في مشاعره. لو خدتي حد معتدل مش هيوصل هيغنيكي عن حته الخوف اللي بيتصفوها للمعتدل. ما هو طيب. هي انا عايزه اروح حلو ده يعني انا قاعد بسمع دكتور رشا ومستمتع جدا بالكلام، الاقيه فين بلاقيها فين؟ لان على ارض الواقع الحقيقه مش ما في لو قعدنا حسبناها كان زمان ما كانش في ناس كتيره جدا لغايه دلوقتي عندها مشكله في الجواز او بينفصلوا او ما كانوا بعد ما حتى انا شخصيا عندي اصدقاء من النوعين دول، اللي هو ايه الولد الجميل البيرفكت اللي ازاي انت ما ارتبطتش لحد دلوقتي، والبنت الهايله اللي ازاي. هو الناس دي ما بتقابلش بعض يعني، هو ما هو ده النصيب بقى. علشان كده علشان كده في اهو يعني شوفي موجودين المعتدلين موجودين بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما نستعجلش على الولاد. احنا بنقول للاهالي اصل كمان الاهالي اللي بيتفرجوا علينا ليهم دور كبير قوي في الموضوع. لما بيقعدوا يزنوا على البنت او الولد وهم مش متاكدين ان لسه البنت او الولد دول مستعدين نفسيا للجواز، شكرا، لانه ده عامل من فشل العلاقات. الجواز مش شغل وشقه جاهزه وعفش جاهز، لا، ده في استعداد نفسي. انت ابنك معتدل ولا لا؟ عشان ما تتسرعش وتاخد له حد مش شبهه، او زي ما قلنا مش شبهه في المبادئ الاساسيه في الحياه. فانت كده بتخلي الفشل، بتسرع للفشل. فعايزه اقول بس ان اصل الجواز ده رزق، او الارتباط الصحي، او ان انت تلاقي حد فعلا ترتاح معاه وتكمل معاه، ده رزق من عند ربنا. فما نعاندش ربنا بقى لو لسه ما جاش، نصبر ونعم بالله، نصبر ولحد ما نلاقيه. والسؤال، اقلل سقف التوقعات ازاي؟ او مش عايزه اقلل، يعني ما حدش فينا هينبسط انه يقول بالزبط. انا اخد اقل مما استحق. يعني كل واحد بيبقى محتاج او بيبقى نفسه ياخد احسن حاجه في الدنيا. بس خلينا واقعيين، لازم اولا نبدا بنفسنا، يكون عندنا نوع من انواع تقييم نفسنا، عارفين احنا في انهي ليفل بالظبط. انهي ليفل ده مش معناها مستوى اجتماعي، انهي ليفل من التفكير، انهي ليفل من شكل حياتنا اللي احنا عايزين نعيشها، اللي احنا اللي يبسطنا اللي يزعلنا، ونبدا على الاساس ده نعمل يعني نختار بالشكل الصح الحاجه اللي تواجدنا او تناسبنا. التوقعات او يعني اذا كان في مثل يعني للحاجات الطبيعيه، المفروض اتوقع ايه من شريكه حياتي المستقبليه؟ انها تبقى ايه بعد كم يعني مش عارفه. فكره سقف التوقعات دي انا بشوفها حاجه شخصيه. هو حاجه شخصيه بتختلف من واحد للتاني، بس هو اساسها الاحترام والحب. دول اساسهم. انا ممكن اتوقع واحد غني، ممكن اتوقع واحد ما يسالنيش ويعمل لي كل اللي انا عايزاه. هو في النهايه كل ده بيروح، وكل ده بناخد عليه زي ما قلت لحضرتك، وبيبقى امر واقع في حياتنا. البني ادم وصفاته واحترامه ومودته زي ما دكتوره رشا قالت، هو ده الاساس، هو ده اللي انا بتمناه، هو ده اللي انا بتوقعه، هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي بيدوم. مع الوقت الواحد بيكبر ويعجز، مع الوقت الفلوس ممكن تروح او الفلوس ممكن تيجي، مع الوقت العلاقات والدايره اللي حوالينا بتبدا تقل واهتماماتنا بتختلف. اللي بيفضل هو الاصل، هو البني ادم اللي انا اخترته على اساسياته، اللي عجباني، اللي مريحاني، اللي ممكن ما تعجبش غيري على فكره. اللي هو زي ما حضرتك لسه قلتي، ممكن يكون حد ممتاز واحده ممتازه ما بيقابلوش بعض. هما بالعكس ممكن يكونوا في نظرك انت ممتاز، لكن هما لما هيتقابلوا هما مش هيمشوا مع بعض، مش هيحبوا بعض، مش هيقبلوا بعض. وده يبقى السبب انه قاعدين. طيب انا عايزه اضيف في ظاهره ساره، عايزه اضيف على الحته دي بتاعت سقف التوقعات. انا بشوف برضو في الصحه النفسيه وعلم النفس ان احنا ندور على شريك الحياه السعيد مش المثالي. يعني انت لما بتاخدي حد سعيد الدنيا ضغوطك النفسية بتقل، وضغوطك في الحياة بتقل، والدنيا كلها لكل حاجة حلوة بتتفتح لك. لو خدتي واحد مثالي بس نكدي، واحد مثالي يعني ممكن زي مثلا، ما دي من الأساسيات اللي ما ينفعش نتغاضى عنها. ده أنا مبسوطة أصلا بدقة الكلمة، السعيد مش اللي يسعدني. لأن برضو دي من ضمن سقف التوقعات. أنا هتجوز واحد يسعدني ويعوضني ويجيب لي
دي توقعات محدش بيبقى مصدر سعاده، هو أيوه. سعيد وهي كويسه وبنت حلال كده مش كده يبقى الطف. يعني احنا بنقول دايما السعي باستغناء. يعني هو مثلا فرق كبير بين واحده بتعمل لك اكله بسيطه بتكلفه بسيطه بس بتعملها لك بنفس بحب ايوه بنفس، يقول لك عندها نفس في الاكل نفس عشان عاملها لك وهي مبسوطه ان هي بتعمل لك اكل، بين حد تاني بياكل اغلى اكل ومالوش طعم، بين حد برضو فرق بين حد بيلبس اغلى لبس ومش سعيد فهينكد عليكي برضو، او راكب احلى عربيه وهو مش مبسوط فهينقل لك برضه طاقه سلبيه ما بقيتيش سعيد. دوري على حد والعكس. سعيد دوري على ممكن يكون لابس ابسط لبس بس مغسول ونظيف وسعيد وبيسعى، مش معناه ان هو قاعد مكانه، هو بيسعى ان هو يطور من مستواه، يعني بيسعى ان هو يجيب دخل زياده وحسن. بس لو ما جاش الدخل الزياده دي بنقول عليها السعي باستغناء ومش هيكتئب لك بقى. حلو ده، مش هيقول لي مش هينكد عليكي مش هيبوس في وشك بقى علشان هو ايه. صدقني يا دكتور المعيار ده لو حد حطه هينبسط، يعني الحياه تبقى لطيفه مجرد انه يفكر بالنسبه دور على ناس اسوياء يعني. صح. عندي مشكله حقيقيه، ويمكن كان في بعض الاعمال الدراميه في الفتره الاخيره اللي عملت دوشه ومصيبه على معايير اخلاقيه، الحقيقه ان كان فيها مصيبه ثانيه ما حدش انتبه ليها، وفكره ان انا الاعتياد على ان الناس كلها وحشين وان الناس كلها بتنفصل وان الناس كلها بتخون. الفكره دي هل هي واحده من اسباب انه الشباب الصغير قاري المشهد الكئيب اللي احنا مصدرينه له فمش حابب يرتبط؟ لا هو عايشه كمان، هو عايشه. خلينا نبقى صراحه وخلينا نبقى واقعيين ونواجه الواقع شويه. هو عايشه. الشباب الصغير سابقنا بمراحل كتيره جدا وبقى الدنيا بقت مفتوحه بالنسبه له اكتر من ما احنا متخيلين، فهو عايشه. وهو بل بالعكس احنا دلوقتي بقينا بنعرض اللي هو عايشه مش بنعرفه عليه. يعني احنا دلوقتي بقينا احنا اللي بنتخض، يعني احنا مش بنبالغ لو نقول ان الواقع صعب كده وفي ده حقيقه، والاهم ان احنا بنعرضه لان ده بقى الواقع. وانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا ان احنا بقينا نعرض الواقع، لان الاول ما كناش متخيلين اساسا ان احنا نحلم او نفكر بده. ولا الجزء الكويس مستخبي؟ انا مش مبسوطه من الموضوع ده. ما انا اختلف معاك يا دكتور بصراحه. الموضوع ده عليه عامل كبير جدا، لان تاثير الدراما والسينما واي حاجه في الاعلام عليها عامل كبير جدا في نقل الطاقه السلبيه للناس، ان احنا يعني ايه يعني مش عايزه اقول لفظ قاسي. فرق بين الطاقه السلبيه وبين الواقع. مش شرط الواقع، انا عايش اساسا في الواقع او ده مش كل الواقع، يعني مش كل الواقع بس جزء منه. زي ما احنا فلما اروح للسينما او الدراما او اروح للشاشه المفروض ان هي لا اما تديني حلول لحياه اجمل لا اما تنقلني لحاجه اجمل عشان تخفف من عندي الضغوط عشان اعرف ارجع اقابل الواقع او توريني الواقع. توريني الواقع اللي بيحصل بالنسبه ده اللي انا بقوله. يعني ما تورينيش ظلمه سواد حاله. انا ضده خالص في المرحله دي. لازم انا عشان اقدم حاجه للناس بنعمل حاجة اسمها سيكولوجية المرحلة. هي الناس دلوقتي في الفترة دي محتاجة ده ولا لأ؟ الناس طالعة من كورونا مثلا وطالعة من حاجات ضغوط ورا بعض، فأنا لما أجي كمان أديها سلبيات وأعمل لها سبوت على الحاجات الوحشة، لا ده مش مطلوب خالص نفسيا لمشاعر الشباب. ما هي الفكره كلها احنا بنعرضه ازاي وهل الطريقه اللي بنعرضه بيها لا انا مش هل مبسوطه من حاجات كتير او ليها فايده فيها درس في الاول والاخر ولا بنعرضه انه حاجه ولا بنعرضه وخلاص بنقول ان ده امر واقع مش مطلوبه خالص في المرحله دي من وجهه نظري طبعا. يعني كل الاحترام ليها. ميرسي جدا نورتوني. ودكتور رشا الجندي استشاري الصحه النفسيه نورتينا النهارده. شكرا لحضرتك وشكرا على شويه المصطلحات الحلوه، من اهمها اتجوزوا سعداء يا جماعه فعلا. مش حد يسعدنا لكن دوروا على الناس السعيده اوريدي، لان احنا مش ما فيش طاقه نعمل ده كله. شكرا جدا دكتور تامر شلبي. برضه هفكركم دكتور تامر قال لنا جمله لطيفه جدا، سقف التوقعات، انزل على الارض معانا كده ونعيش حياه طبيعيه خلينا طبيعيين. هو ده اللي في الاخر. شكرا جدا. شكرا. لسه العالم كله زي ما قلنا لحضراتكم كده، كنا نتمنى انه قبل ختام الحلقه نقول انه طفله ريان تم انقاذه، لكن لا لسه الصور المتداوله غير حقيقية، ولسه جهود وفرع البحث بتحاول انها تخرج الطفل العيان، ولسه في عملية الحفر اليدوي. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.